السلام عليكم دشران. واحد القد جابني سبع الناس اللي دايرين ابوني، يوركوا على داك الجرس، راه تيكون واحد الجرس حدا ابوني، اون فوا كتكليكي عليه كيولي كيوصلك الجديد. انت راه ما بقاش داكشي كي كان كنحطو شي فيديو كيوصلكم، دابا خصك تكون كليكي على هذاك. السلام عليكم دشران اخوان الاعزاء المحترمين، فيديو جديد معكم جولد فيروس انا وطا اشرف. السلام عليكم الدراري. المهم هذا الفيديو هذا غادي نهضروا فيه على النيرف اللي داروا للكرا والناس اللي كانت كات اكس بي وكتصور كاما من هاد لاست ساجين تاعت الكرا ما غاديش تبقى في الميزاجور الجديده يعني اللي غاد باي باي من هنا لواحد السيمانة ان شاء الله. اللي عنده شي ستوف في بيو ديال الكرة لا من ولي خبي الورس ما تعرف تاني بان شي لعبة اخرى مثلا ممكن بوسيب الا ماشي كلاس خرجت ديكس بي بي من غير الكرة. انا ربع تي في فيكا، انا فكرت حتى انا في لي فيكا يعني تروا فيكا راه خاصها تجرب هادي خاصها تروا فيكا ولا تروا تيستيوا ونردوا عليهم الخبر. هذا دابا انت تستوى ان شاء الله نيت في البيطا في كافوني في كاف اللي كي اللي الكليف اللي كتروكسي مزيان راه سامور فهمتي. كاع الكليف كي روكسي ولكن الكليف الا حطها شي واحد ما يقدرش الاخر يحطها ويل باقي لا جلوبال نفس الكليف مثلا الكليف اللي عندي شي فكره يكتب عندنا في كومونتير على هاد القضيه الفيكا واش ترومباسي لي كرا. انا قلت يكون كل فيكا في اليمون بحال فيكا او فيكا وكل واحد يحط الكليف ديالو هذيك مازال واقعين. المهم هاد لاست ساجي اشناهما علاش جاو حيدوا ليكرا بالنسبه للدراري اللي كانوا تيقول لك ما عمرهم يبدلوا ليكرا وكانوا تيقولوا شي وحدين قال لك ليكرا ما عمرهم يتبدلوا زعما هكاك غيبقاو من النهار دارو غتبقى عندهم ديك اكسبلوزيف. اولا بعد هاد ليكرا هادو راه خرجوا على الكوميرس ديال دوفيس كاملة وخرجوا على الاكس بي في لي نيفو اللي كطلع 200 كنهضر على اي وقت انا راه كنت نجري هاد لاست ساجي كلشي كان كيجي راه المهم راه اللي ما دار راه ما عاش اللي ما عندوش البي سي هو اللي ما كانش كيجي من الاخر ووصلت واحد النيفو انا وليت بيتها تحيد حيت راه صافي صافي راه بنادم عيق تاني كليدي شويه الله يجعل بركه ماشي بنادم ديما ماشي كنت حتى عيق وراه بزاف ديال النار ينير فيه وراه يديروا المهم ضروري واحد الحل يحبسوا هذا الشيء هذا. وكنا بنجرو لاستوس في فيديو ولكن ماشي ما بيناش تشوف داروا عن بنادم بزاف شحال من واحد دارها من امنيت يومي دارها يعني ما خصكش حتى انت تدير نفس الفكره فهمتي. اللي دار فيديو في شي حاجه صافي ودوك لي فيديو تا هما من سبب ذكرى التحييدو وكومي الكاميرا طاحت بزاف بالنسبه للتراي اللي كيبيعو وبزاف الحوايج ماشي غير هذا الشاد يعني فقدت داك يعني مزيانه كان بنان كي اكس بي مثلا في لي زون ولا لي كابتور ولا شي حاجه مابقاش هكا بنان دابا دغيا كيمشي تما لي زيد ولا وطا دغيا في النهار كيطلع 200 في النهار من زيرو لدوس. المهم لونسيو سير لونسيو كونتر هذاك غير كيستو صاف الله عليه لي سخن رجع الله راه دار بوكسور ما عندوش مع الضحك اش اللي تغير في هذا الماتج هادي كيما شفتو في الفيديو البارح على الساكري وهاد اللعيبه هادي نتاع فاش كتسنى التور ديالك كان كيدوز خط كتبان لك ديك اللعيبه كدور هكا زوين احسن هكا كتور وكتعرف شحال باقي لك داك الخط ما خصوش كتعرف كاع امتى بيوصل حتى كيبدا التور ديالك يعني كاش المهم اكسبلو كانت هي باقيه هي في بي او كلشي ديالها غير ولات بخمسة بي او ولات كتلونسا مرة واحدة اشنا هي اكسبلو؟ لا اكسبلوزيف الاخرى ديال الاو انتم مره واحده وكتسنى تور شو واش تقدر تلونسيها انت
لا جلوبال راه داك إيه راه هو نسخ البروبليم اصلا، جلوبال راه الشيكو كان كل كره كيلو حار يقدر من ميجي غاب لي زيدون في الزون، ولكن راه جلوبال دابا اللي دار واحد ما يديرهاش الاخر. راهي خلاص ونفس جلوبال البلان بالنسبه لهادي سان جلون لي سان كتحيد بيها يعني كيديرها واحد صافي تاي هي الترتيب هاد لي صغار يبدلو في الكره كلشي دوك لي صغار الاخرين هما هما ولاو جلوبال وكضرب اون فوا هادي الصغار الاخرين ساكري لي صور تبقى وما ما ساكري اللي ما شافوش يدخل للفيديو يشوف شنو تلفيه وشنو تا هو راه رطو زين زين بزاف. والكرة انا معاهم في هاد القضية اللي داروا الكرة الله يجعل صراحة عيق بزاف. تاني ترجع لقيمة الفيمجي ترجع لقيمة الاكس بي و والد اوفيس بصفة عامة راه كل الكوميرس كل شيء نقطة صح يرجع نورمال اللي ضرب يدي راه ضرب يدي والبوفري اللي يلاه طلعوا التيم ولا يلاه طلع كرة باش اكس بي راه ضربوا الكار هذاك ايوا هادشي اللي كاين ماشي زعما صافي راه تقاد الاكس بي ولا تقاد ضروري تقاد لي زاستيس كاما راه طلع نجربوا ديك القضيه ديال الفيكا الا كانت مزيانه راه نجربوا القضيه نتاع الفيكا ونردوا عليكم الخبر واللي عنده شي فكره ثاني يقول عندنا في كومون شي فرصه اخرى سديده ولا شي حاجه ولا شي فكره كيما كانت تاع الاكس بي فيزيتور ولا شوف وبالنسبه للاباج راه كي قلنا لكم راه موته وحنا حابسين تقريبا عاد رجعنا ثاني وعد لقيت راه وصلوا لي ميساج لشي شي 60 شي 60 ميساج تقريبا فاش كنجي بحال دابا اللي جاوب حتى كتجاوبو كيعاود يجي صيفط لك فهمتي يعني بحال كتشاطي بحال كتشاطي مع بنادم هو تيسولك شاطي مع 60 واحد يعني امبوسيبل خصك المهم ديك الوقيته ما كناش مساليين اش درت ديزاكتيفيت لي ميساج من لاباج دابا حنا غادي نردهم ان شاء الله وغادي يكون ثاني التفاعل وبالنسبه للقضيه هنايا هنايا في هنايا في ليزابيس ما بقاتش كدير ديك تاع الاكسجين كره الاكسجين في وجهك اي بيط اجي بيط اي اش زعما ماشي لا لا اي بيط كاين شي بوغ حتى لي بي ان جي ما كاينينش انت والتيب صح وما مركزين على لا زون جديده حتى هي غادي ندير لكم فيها فيديو ان شاء الله شوفوا لي دونجون لا مصر و نشوفكم في فيديو اخر ايه واحد القضيه بالنسبه للناس اللي دايرين ابوني يوركوا على داك الجرس راه تيكون واحد الجرس حدا ابوني يوم فوق كتكليك عليه كيولي كيوصلك الجديد حيت راه ما بقاش داكشي كي كان كنحطوا شي فيديو كيوصلكم دابا خص حتى تكونوا كليك على هذاك عاد هادشي بالنسبه للدراري اللي ما كيدخلوش يشوفوا لاشين هما اللي كيكليك راه غادي يلقى الفيديو ايكا تشرف هذاك الشيء اللي كاين يلا شكرا بزاف ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم